محمد نجيب انا اعرفه زعيم من زعماء المصريين المحترمين اللي احنا بنحبهم، وراجل مشهور بوسط البلد ده، ليه ميدان وليه محطه مترو وليه كل حاجه. انا اعرف ان هو كان رئيس مصر، بس اكتر من كده ما اعرفش عنه حاجه. اعرفه ده اسم محطه مترو. اول رئيس لمصر محمد نجيب. اعرفه يعني. انا اول مره اسمع عنه. مش فاهم كان عايز. محمد نجيب ده كان رئيس مصر لمده سنه، واتعمل انقلاب من جمال عبد الناصر. ده انا في تاريخ ماليش في تاريخ. محمد نجيب اول رئيس جمهوريه؟ انا بحسبه ممثل على الطلاق، بحسبه ممثل.